أصابتني جنابة وما كان عندي ماء حار، فغسلت ذكري بالماء البارد ثم توضيت بنفس الماء ولم أتيمم ثم صليت، فهل فعلي صحيح؟ ولم أتيمم؟ نعم يقول ما هو صحيح. الواجب أنك تغتسل بالماء إلا إذا خشيت على نفسك من الخطر لشدة برودة الماء، وليس عندك شيء تسخنه به بارد برودة شديدة ما تتحملها وليس عندك ما تسخنه به، فإنك تتيمم بالتراب وتصلي. أما إذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب أو غاز فإنه لا بد من الماء. نعم.